التقى الدكتور محمد مجموعة وزير الأوقاف بالحاصلين على درجة ماجستير والدكتوراه من العاملين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للاستفادة من طاقتهم على الوجه الأمثل. كما أهدى الوزير عدد من الطلاب المدرسين في جامعة الأزهر بعض الإصدارات العلمية لمساعدتهم في الدراسة بكليات مختلفة. تفعيلا لطاقاتهم العلمية والمهنية، وزير الأوقاف يلتقي بالحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه للاستفادة المثلى في أماكن عملهم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنا على ثلاث جهات: إحياء منظومة التحقيق، وهنبدأ بالرسائل الصغيرة الهادفة، إضافة إلى عودة المجلس إلى تحقيق التراث بقوة من خلال الباحثين المتخصصين في المجلس في مجال التحقيق. الاهتمام بتحقيق الكتب التراثية التي تلبي المعرفة الثقافية الدينية المستنيرة لدى المثقف العربي والمصري. الأمر الآخر تطوير المجلة بحيث أنها تكون مجلة دعوية تثير اهتمام العديد من الناس بغض النظر عن أن هي تسوق كمجلة للأئمة والدعاة فقط. وبرعاية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر الشريف، يأتي لقاء وزير الأوقاف بهم لتوزيع لحوم سكوك الأضاحي عليهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة المختلفة. استفدنا في هذا اللقاء الأشياء التي تمدنا في هذه الحياة من جميع الجوانب الاجتماعية أو الاستهلاكية أو كتير شغلات، يكون نحن يعني عنا خلفية حتى إذا رجعنا عن بلادنا أو رجعنا نعطي خلفية رائعة جدا، وخاصة نعطي نكون نحن سفراء في بلادنا. هذا الكتب سوف أقرأه، وهذا سوف ينفع إلي، وأنا أريد أن أدرس وأعطي العلم من هذا الكتاب إلى الأصدقاء الآخرين. الطالب الوافد عندما يأتي إلى مصر هو فقط ينقل علم، وإنما ينقل علم وحضارة. نحن نود لهذا الطالب أن ينقل علم وحضارة، وزي ما قلت لهم أنتوا هنا سفراء لبلادكم، فحرصوا على القيم. ما بين كتب باللغة العربية وأخرى أجنبية ومساعدات عينية وإنسانية كلحوم الأضاحي، تكتمل منظومة غذاء الروح والجسد من وزارة الأوقاف لعدد من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف. من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وليد هيكل للتلفزيون المصري.